ديال الموز هذه المحلة التجارية اللي كاينه كل سنة وإحدى جمعية السوق اللي ممكن حقيقة تكون يعني جمعية شاملة لجميع المحلة التجارية وخصوصا مسيرة النظام لأن هذا القانون الأساسي اللي يتم حاليا لأن باش نكون واقعي حاليا جمعية السوق لا تأخذ يعني ما كاينش فيها توافق بيناتهم كاين خير وقل السي عبد الحميد تنعس على مدى الأمور هذايا لهذا أعتقد أن حتى يتم تسليم المحلة ديال الحوت وتكون واحد الجمع العام تكون واحد الإجماع على بعض يعني شخص معين وتتم مناقشة مع هذا الأمور شكرا كانت 30 ضينا 35 نقطة باش اللي عطاتها المنقل يكون عنده حظوظ أكثر وما ننساوش واحد الجانب عاود لانفستيسمون ديال ديك المستثمر اللي معاه راه يجي على هاد لي باريير عند الكاميرا الصيانة ولا تهرسد شي حاجة اللي لاسونسور بدا تخسر راه عنده مصاريف حنا خصنا وين وين رابح رابح شبو العصا الوز مستثمر ربح نعاونو ومقابل السكينة ديالنا تكون عندنا واحد هذا كامل أول اللي قدر يكمل كمين ولا تقدر تقرب أنا بلاك كامل جيبون جوج ثلاثة ضمن مويه بدأ خد دبلة من نجوم رضوان غيلان نائب رئيس جمعية كزنايا اولا كل الشكر لكل الصحفيين الحقيقه الذي يغطون يعني المشاريع داخل تراب جامعه الجزائر وكذلك بعض الدورات ابدا بالدوره اليوم اللي هي دوره استثنائيه اللي اهم يعني اهم كان فيها هو مرئي جامعه الجزائر مرئي الجديد امام مقر الجامعه وكذلك طريق الرباط رقم 1 وكذلك نقطتهم سوق بدريون اللي هو سوق جزنايا المركزي سابقا بخصوص الرجوع الى مرئي جامعه جزنايا كما اقول دائما هو التحول من جامعه تتحول ان شاء الله من قرويه الى حضاريه تدريجيا بهذه المشاريع اللي تعطي اضافه اهمها التغيير النوعي والمنظر ديال الجامعه ديال جزنايا وكذلك بالنسبه لمداخل جامعه جزنايا اللي تضيف بعض المداخل المهمه بالنسبه للصندوق ديال الجامعه طبعا واعود الى المرئي اللي في الحقيقه كان مناقشه بعض النقاط اللي هي مهمه تغيير دفتر التحملات من عدد من الشروط اللي في الحقيقه كانت تعجيزيه بالنسبه لولوج المستثمرين الصغار من ابناء المنطقه او ابناء المدينه واحتكار بعض الشركات الكبرى التي يعني تتحكر هذه المرائب داخل المملكه المغربيه اهم ورثه مجلس الجماعه الى تغيير بعض الشروط منها المده ديال الزمنية وكذلك السومة الكرائية أو مناقشة بعض الأمور اللي هي في الحقيقة كانت ستكون تعجيزية بالنسبة للمستثمر الصغير وبخصوص سوق بدريون تمت المناقشة على النظام الأساسي ديال الجمعية اللي في الحقيقة هات الشروط اللي هتواكبها جمعية السوق منها النظافة والإنارة العمومية وعدد من النقاط اللي هي مهمة أي سيرورة السوق بدريون إن شاء الله ليعطي إضافة كذلك كما قلت مثل كسبرطة إن شاء الله في مدينة طنجة ويكون سوق جزنايا المركزي وسوق بدريون حاليا اضافه نوعيه للمدينه ان شاء الله مدينه جزنايا أنا أشوف بقى.
احسن تصويت على النقطة الأولى من مقاد جدول أعمال الدورة ديال مارس، دورة استثنائية مارس اللي كان محور ديالها وهو مصادقة على الثمن افتتاحي من أجل الثمن ديال الكراء ديال موقف السيارات الواقع بجامعة قزنايا المسمى باب الفحص. الثمن الافتتاحي هو 350,000 درهم. والنقطة الثانية من جدول الأعمال اللي كانت المصادقة على دفتر التحملات اللي تناقشنا فيه في الدورة على كيفية على المدة الزمنية والطريقة ديال اللي هياخد الصفقة. ومن بعد الحاجات اللي خرجت لهم اللجنة والمجلس كل وهو نفتحوا باب منافسة للجميع، حاولنا نقلصوا ديك الشرط اللي هو الريفيرونس باش تكون واحد تنافس يقدر الجميع ينافس على ديك الثمن الافتتاحي. المشكل ديال السوق مشكلة انا ما زعما الصراحة ما بغيتش ندخل فيه مرارا وتكرارا على حسب الطريقة كيف كان توزيع ديال السوق، وهو اللي كيعرف جماعة قزنايا شحال هادي كان عندنا مشكل ديال السوق ديال اللي ريبنا دابا السوق ديال قزنايا اللي كان عندنا واحد النسبة ديال التجار كانوا مسجلين عندنا في اللائحة، والنسبة أخرى كنا جبناها من الناس اللي كانوا كيفرشوا معنا، واحد نسبة 10% كنا اخترنا ديك العائلات اللي ضعاف اللي هذا يتيم هذا معوق الله يشافيه هذا مريض اللي خدم على عائلته، عملنا واحد الكوطة 10% اللي اخترناهم بحالة تنسيق مع السلطات مشكورين على 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 هذاك. اما الجماعة ما اتخذتش اي قرار كدائما اون كوميسيون، درسنا هذيك الحالات وجبرنا بعض الحالات اللي خرجوا يتشكاو ويغوتوا على السوق ما استفدوش وما عندهم 4-3 د المحلات في بلايص اخرين راه هما معروفين وهما اللي خلقوا هاد الشوشره واللي خلقوا هاد الصداع هما معروفين حتى بالاسماء كاع. وحنا هذاك شوف السوق دار ماشي نقولوا ولاد المنطقه ولكن الجميع، حنا السوق دار الجميع ولكن اللي يشتغل اللي كان كيشتغل واللي عايشتغل من بعد. الحمد لله دائما عندنا توافق وعندنا تصويت ايجابي والاجماع على جميع النقط. الحمد لله المجلس جامعة قزنايا راه معروف، ما عندنا معارضة، ما عندنا كنعرضوا بعضنا داخل اللجان من اجل المصلحة ديال المواطن، هادشي اللي عندنا. تكلمت على السوق اللي افتتحته اليوم، مازالكم جوج ديال الاسواق غادي تفتحوها في الايام القادمه المقبله، واش حتى هي عندها نفس الكريتيك اللي اتخذتوها في هذا السوق هذا؟ نفس الكريتيك بعد السوق الكبير ديال بدريون هذاك ما دخلنا شي واحد من غير من المستفيدين القدامى بنفس عقود الكراء بنفس طيحنا له المحل هنا عطينا له المحل له بالقرعه ديالو، كاين اللي بالتراضي كاين اللي بالقرعه، المهم كان التوافق مع الجمعيه الحمد لله. كل شيء تراضى، كل شيء دا البلاصة ديالو باش ترضي الجميع ما تقطعش. هذه واحد المعادلة باش ترضي الجميع ما تقطعش، ولكن حاولنا ما نرضيو الجميع وما نهضموش حقوق المواطنين. بالنسبة باش ترجع السوق ديال السمارة ولا السوق الأصل ديال السوق وهي من بعد الفلوس اللي جاو منه السوق باش بنينا ديك السوق، وهو اتفاقية اللي كانت دارت شحال هادي تباعت الأرض الضحى باش منه مرفق ديال السوق القديم، هادوك الفلوس اللي تباعت بهم الأرض ديال الضحى بنينا بهم ديك السوق. هو كاينه في لافنون ديال الاتفاقيه، هادوك فلوس كانوا ديال الجماعه تبنى بهم السوق وتعطى للناس اللي كتشوف اللجنه مكلفه ذوي الحقوق والناس اللي خصها تستفد من هذا السوق. شوف باش نختموا السوق باقي نديروا سوق اخرين، واللي ما استفدش دابا نقدروا اللي من الناس ديال المنطقه اللي كيزاولوا، دائما انا كنأكد على هذا اللي كيزاولوا اللي عندهم
اولويه في هذا الشيء نعطيوها له، ولكن باش يجي الواحد من بلاصه اخرى ومستفد مثلا من السوق، هذا مغوغه، هذا مسنانه، وهذا وهذه الحالات راه طحنا فيهم بزاف، ماشي اي حاله وحده يا خو كيسمع الاستفاده كيجي. الحمد لله المصالح ديال الولايه راه سهرت على هذا الضبط، العمليه ديال ماشي تجي واحد مستفد من بلاصه اخرى ويجي يستفد هنا، هذه ما نبغيش. نخلي واحد الفرصه للجميع. وعندنا باش نختم لك، عندنا 2000 طالب بيرو دور ديال الجامعة، 2000 طالب استفادة، عندنا 166 محل. انتم تحلوا المواطن ديالنا الطنجاوي يحلل ويشوف بان 2166 باش ترضي الجميع ما يمكنش. ان شاء الله حنا كنحاولوا دائما نفتحوا باب الفرص لاستثمار الشباب اولا.